ومن العلامات الصغرى للساعة أن يتشبب المشيخة، يعني كبار السن يتشببون فيصبغون بالسواد، لما عند أبي داود: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. قال بعض العلماء إن وصفهم بأنهم كحواصل الطير قد تصدق على صورة معينة، وهي أن من يحلق عارضيه ويبقي ذقنه يصبغه بالسواد، فهذا أشبه ما يكون بحواصل الطير. ومعلوم أن السواد الخالص لا يجوز الخضاب به، لما جاء عند مسلم أن ابن أبي قحافة لما أتي به يوم فتح مكة وكان رأسه ولحيته كالثغامة وهو نبت أبيض، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا واجتنبوه السواد.